يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحضر أنا وزوجتي دروس فضيلتكم لنتفقه في دين الله، وقد نصحني بعض الإخوة بعدم أخذهم معي، واستدل علي بقول الله سبحانه: وقرن في بيوتكن، فهل هذه نصيحة آخذها؟ وأرجو توجيهكم في ذلك. لا، لا تأخذها، قرن في بيوتكن، وإذا خرجت للصلاة أو لطلب العلم وحضور الدرس فهذا عبادة لله سبحانه وتعالى. نعم، فلا تطيعه في هذا، تحضر وتستفيد. نعم، وكانت الصحابيات يحضرن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويسألنه ويجيبهن ويصلين مع المسلمين، لكن مع الحجاب ومع أن يكن غير مختلطات بالرجال، يكن على جانب أو خلف الرجال. نعم.